بسم الله الرحمن الرحيم. تعالى إلى قول الله سبحانه وتعالى: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. الكلام هنا لمين؟ قد خلت من قبلكم سنن فسيروا. بعض العلماء قالوا الكلام هنا للكفار، لكن الصحيح الله أعلم أن الكلام هنا للمؤمنين، يدخل فيه من الكفار لكن هو بالأخص للمؤمنين. طب إيه الدليل على كده؟ الآيات السياق الآيات كلها اللي قبل كده كانت فيها كلها كلام عن المؤمنين. ربنا سبحانه وتعالى بعد ما اتكلم على غزوة أحد واللي حصل في غزوة أحد من هزيمة بسبب معصية المسلمين، اتكلم عن الربا، قال لهم الربا لا يشد لا يقل اسما عن التولي يوم الزحف أو الهروب من أرض المعركة أو معصية الرسول، والشيء بالسوء يذكر. كانوا بيقول لهم ان الربا يؤدي الى محك البركه والى انهزام الامم وضعف المسلمين، وده اللي حصل دلوقتي. يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه، واتقوا الله ان كنتم واتقوا الله يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه واتقوا الله لعلكم تفلحون. بعدين قال اتقوا النار التي اعدت للكافرين، واطيعوا الله واطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. بعدين قال بعد كده ايه؟ وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض عده المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا هم يعلمون. اولئك جزاؤهم مغفره من ربهم وجنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ونعم اجر العاملين. من بعد كده ربنا قال ايه؟ وقد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظه للمتقين. يبقى كلام لمين؟ يبقى الكلام هنا كلام هنا لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالاخص على وجه الخصوص، والعبره بعموم اللفظ ليس بخصوص السبب، يدخل فيه كفار. طب ليه ربنا بيقول كده؟ لان الصحابه اصابهم جزع شديد وهم وحزن بعد الهزيمة اللي حصلت في أحد، والناس إيمانها مش متساوي، في بعض الناس إيمانها ضعيف خصوصا الناس اللي داخل إسلام جديد. فقالوا الرسول صلى الله عليه وسلم إحنا إزاي نتهزم وإزاي يحصل لنا كده وإحنا الحق بقى الناس اللي بتعبد الأصنام وبتعمل الموبقات والفواحش يهزمونا إحنا ناس بنعبد ربنا سبحانه وتعالى، وفي وجودك يا رسول الله وإنت موجود معانا إزاي يحصل الكلام ده؟ فبدأ الناس يحصل عندها شك، ممكن بعض الناس يكون وصل يعني حس عندهم شك في نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم، ازاي النبي يتهزم بالشكل ده؟ فربنا بيقول لهم ايه؟ هذا بيان للناس قد خلت من قبلكم سنن. بعض علماء السنن معناها شرائع، بعض علماء السنن معناها امم، يعني قد خلت من قبلكم امم، زي ما ربنا قال في سورة البقرة بالقرآن بيفسر بعضه: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت لكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. خلت يعني انتهت. بعض علماء قالوا شرائع، يعني شريعة إبراهيم، شريعة صالح، شريعة هود، شوفوا حصل إيه في الشرائع اللي قبل كده. وبعد الآن لكن كلمة سنن الأدق في معناها إنها معناها طريقة أسلوب، يعني طريقة ربنا سبحانه وتعالى في التعامل مع الكفار هي ما بتغيرش، لأن الكفار ده أبوهم هم ما بيتغيروش، طريقتهم هم كمان ما بتتغيرش، فربنا سبحانه وتعالى طريقتهم معهم ما بتتغيرش. مش ربنا بيقول كذاب آل فرعون أو الذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم من ذنوبه، بإذن لا جديدة تحت الشمس. كفار تصرفاتهم هي من ساعة من أول زمن نوح لغاية دلوقتي، فبالتالي طريقة ربنا سبحانه وتعالى في التعامل مع الكافر هي كمان، وإن كان الأسلوب بيختلف قليلا لكن في الآخر لكن العقوبة تبقى هي. فناس ربنا أخذهم بمسخ، ربنا 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 في ناس ربنا أهلكهم بخسف أو بغرق زي قوم نوح أو بالصيحة. فربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ قد خلت من قبلكم سنن، يعني السنن جمع سنة، السنة معناها طريقة أو أسلوب. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول في سورة الإسراء: وإن كادوا لا يستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلنا من رسلك ولا تجد لسنتنا تحويلا. يعني دي طريقتي في التعامل مع الكفار، لما يحصل كذا بعمل كذا. وفي سورة الفتح:
ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الادبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. سنه من قد ارسلنا قبلكم رسلا. يبقى اذا سنه معناها طريقه او اسلوب مش معناها امه، وده الاصح. قد خلت من قبلكم سنن لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه المكذبين. يعني الناس اللي حصل عندكم شك، يبقى اذا يقول لهم اللي حصل معاكم ده حصل مع كل الناس اللي قبل منكم من الانبياء، تعرضوا لهزائم وتعرضوا لابتلاءات، لكن في الاخر في اخر الامر يقول الامر اليهم ويكون تكون عاقبه النصر لهم. لكن دي اختبارات من رب العالمين سبحانه وتعالى. فبيقول لهم دي مجرد مرحله، مجرد شد قصة ودن للصحابه، لكن سيقول الامر في اخر في النهايه الى المسلمين، وسينتصر المسلمون وسيعز الله سبحانه وتعالى الاسلام. فسيروا في الارض فانظروا كيف كان عقل. هذا بيان للناس وهدى وموعظه للمتقين. هذا بيان للناس، بيان كلمه بيان فيها شده وفيها تحذير، زي ما اقول لك بيان هام، بيان يبقى بيان توضيح وتحذير لمين؟ للناس. للناس مين؟ الكفار وضعاف الايمان من المسلمين. وهدى وموعظه للمتقين من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ايمانهم قوي عشان يثبتوا على ايمانهم، عشان ايمانهم مزيد فيها توسع، فيها نوع من التسليه. ربنا سبحانه وتعالى يعزيهم ويقوي ايمانهم، يقوي ايمانهم بهذه الجمله. يبقى هذا بيان للناس. بعض قال بيان هنا معناه القران، لكن الصحيح ان هذا بيان الايه اللي قبلها على طول، اللي انا قلته في الايه اللي قبلها فسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه المكذبين، هو ده البيان. ربنا سبحانه وتعالى بيقول قد خلت من قبلكم السنن. لو انتوا شفتوا كل السنن الامم السابقه هتلاقي ان الانبياء واللي معاهم هتعرضوا لابتداءات وهزائم وبعد كده انتصروا في الاخر. فاللي حصل ده مش جديد، لا جديده دي، فزيكم زي اللي قبلكم. فشوف لو انتوا مش مصدقين امشوا في الارض وشوفوا واسالوا في التاريخ، هتلاقوا ان كل الانبياء تعرضوا لابتداءات وهزائم وبعد كده انتصروا في الاخر. هذا بيان للناس، بقى الناس دول عامة الناس من ضعاف الايمان او الكفار، وهدى وموعظة للمتقين من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليزدادوا ايمانا مع نعمين ودول. لان برضو الانسان التقي محتاج للنصيحة عشان يثبت على ايمانه. ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. ولا تهنوا اي لا تضعفوا، ولان كلمه تهنوا جاء من وهن، والوهن معناه الضعف، اي لا يصيبكم ضعف بما اصابكم من هزيمه وجراح في غزوه احد فتعجزوا وتنكلوا عن القتال، فبل استمروا في القتال. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم لن يصيبكم من الكفار مثل ما اصابكم في غزوه احد. خلاص دي اخر مره، مش هتحصل الحكايه دي، مش هتتكرر تاني. كان مش بشرهم، قال لهم دي اخر هزيمه واخر حاجه، مش اللي حصل في غزوه احد مش هيحصل بعد كده. فبيقول لهم ولا تهنوا ولا تحزنوا، اي لا تضعفوا ولا تعجزوا ولا تيأسوا من رحمه الله، ولا تهنوا ولا تحزنوا. طب ليه بيقولوا ولا تحزنوا؟ مع ان الحزن مكتوب، ربنا كتب علينا كلنا الحزن، معناها لا تستسلموا للاحزان. هو الحزن نفسه مش حرام، لكن الاستسلام للحزن يصل بك الى القنوط واليأس من رحمة الله، والضعف والاستكانة والعجز والاستسلام هو ده اللي يصل بك إلى الفشل. وده فربنا بيقول لهم لا، ولا تحزنوا أي لا تستسلموا لأحزانكم ولا قاوموا هذه الأحزان ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أي سيقول الأمر في نهاية الأمر إليكم وستنتصروا على الكفار وسيعزوا الله سبحانه وتعالى الإسلام، وأنتم الأعلون إن كنتم مسلمين، يعني معناها إن كنتم مؤمنين، يعني إذا كان إيمانكم صحيح ما فيش ضعف، ما حصلش عندكم عجز ويأس من رحمة الله بسبب الهزيمة دي، سيقول الأمر إليكم وأنتم الأعلون. وبعض العلماء قال وأنتم الأعلون إن سيدنا خالد بن الوليد لما كان لسه كافر وبعد ما حصلت الهزيمة طلع على الجبل عشان يسيطر على الجيش بتاعه، فالرسول صعد بعد ناس من الصحابة فطلعوا فوق الجبل ورجعوا من ورا وهزموه. وفي رواية تانية إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما طلعوا فوق الجبل خالد بن الوليد والناس اللي معاه، رفع الرسول صلى الله عليه وسلم ايديه السماء وقال يا رب لا يعلون علينا، اللهم لا تجعلهم لا يعلون علينا. فنزل قول الله سبحانه وتعالى وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. يعني ربنا سبحانه وتعالى لما حاولوا ان هم يعني يطلعوا فوق الجبل عشان يسيطروا على جيش المسلمين، الرسول قال لا تعلون علي، فنزل قول الله سبحانه وتعالى لا يعلون، اللهم لا تجعلهم يعلون علينا. فقال الله سبحانه وتعالى وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. كل قول هذا استغفر الله.